ينضم الينا ايضا من مقر منتدى الاستثمار العالمي مراسلنا عبد الله الرويس. حياك الله عبد الله معنا على التاسع. عبد الله، حدثنا، ما الجديد لديك حول هذه المبادره؟ وربما يبدو ان الجلسات انتهت، ولكن ما ابرز ما خرجت به هذه الجلسات؟ اهلا بك محمد، واهلا بالساده المشاهدين الكرام. فعلا انتهت جلسات هذا المساء، ولقد حظيت هذا المنتدى اليوم بتغطية إعلامية كبيرة، ليس فقط على المستوى المحلي بل إنما على المستوى العالمي أيضا. كان هناك العديد من المتحدثين الرسميين من نيويورك ومومباي ثم إلى باريس ثم إلى بكين. تناول هذا المنتدى اليوم الجلسات طرق إحياء الاقتصاد من جديد. لمواصلة الحديث عن هذا المنتدى أستضيف معي الآن صاحب السمو الأمير فهد آل سعود، رئيس رواد الأعمال في قمة العشرين. أهلا بك سمو الأمير. بداية، لو تحدثنا عن انطباعك عن هذه المؤتمر. المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات في عالم الاقتصاد، والآن بعد ما تأثرت الدول اقتصاديا من الجائحة، مهمة هذه المؤتمرات لإعادة تنشيط اقتصادات الدول، ومن خلالها يتم ربط أهم الأشخاص في مجال الاقتصاد ومجال التكنولوجيا والأشخاص الذين يعملون على الأفكار المستقبلية والخطط المستقبلية لبحث هذه القضايا، وأيضا لدعم تنشيط الاقتصاد عالميا. هل هناك فائدة للمستثمرين من مثل هذه المبادرات؟ أكيد طبعا. اليوم من أهم الأمور التي تبني اقتصادات الدول اللي هي العلاقات بين الدول. فاليوم عندما نرى أن أهم الأشخاص في جميع الدول التي ذكرتها أو القارات التي أيضا ذكرناها، نجد أن كلهم يهدفون إلى إعادة تنشيط الاقتصاد. واليوم المملكة العربية السعودية تعد أهم الدول التي لديها مستقبل في الاستثمارات، سواء على الاستثمارات الداخلية أو الخارجية، كما أعلن سمو سيدي ولي العهد استراتيجية صندوق الاستثمارات العام للخمس سنين القادمة، التي ستخلق فرص كبيرة للمملكة العربية السعودية وللعالم أجمع. فاليوم المستثمرين وأصحاب الشركات ومن هم في مجال الاقتصاد كلهم أعينهم تجاه المملكة، ويقدرون ما سيتم في خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط اقتصادات الدول. شكرا لك سمو الأمير على هذه المشاركة والمداخلة، شكرا لك. كما شاهدنا وسمعنا مشاهدينا الكرام من سمو الأمير أن مثل هذه المبادرات تساعد على تخطي آثار كوفيد 19 التي يعني تأثر العالم بها كثيرا. جميل. هذا كل ما لدي هنا محمد، العودة لك في الاستوديو. شكرا جزيلا لك عبد الله الرويس، وأيضا لضيفك الكريم.